منحت أيضا الميزانية السعودية أولوية لتسع صناعات بناء على أهميتها الاستراتيجية للمملكة، وحددت مجموعة من المحافزات لدعم القطاعات. نتعرف على أبرزها في هذا التقرير. حددت الميزانية السعودية أولوية لتسع صناعات بناء على أهميتها الاستراتيجية للمملكة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى التوقعات العالمية لهذه الصناعة وميزة السعودية التنافسية فيها. وشملت الصناعات هذه الصناعات البتروكيماوية والأسمدة الفوسفاتية والأسمدة النيتروجينية، إضافة إلى قطاع الأسمنت والصناعات الحديدية وصناعة الألومنيوم والتصنيع الغذائي والخزف والصناعات الزجاجية. وقد تم المزج بين محفزات خاصة حسب القطاع ومحفزات عامة للقطاعات المستهدفة والمتأثرة لضمان استمراريتها في مرحلة تعديل أسعار المنتجات والمياه. ومن أبرز المحفزات التي سيتم تطبيقها على جميع القطاعات تأسيس شركات خدمات كفاءة الطاقة لدعم تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة وإطلاق برامج تدقيق استهلاك الطاقة، إضافة إلى وضع معايير كفاءة الطاقة. أما أبرز المحفزات الخاصة حسب القطاع فتشمل تقديم تمويل لإنشاء مشاريع تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع كفاءة الطاقة، إضافة إلى التمويل اللازم للتعويض عن أثر تعديل أسعار منتجات الطاقة على التدفقات النقدية وتحسين وسائل النقل والبنية التحتية للمياه والطاقة. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم التركيز في المرحلة الأولى على القطاعات الصناعية الموجودة في المملكة، وفي المرحلة الثانية على الصناعات ذات كثافة استهلاك عالية للطاقة. مايا جريديني، العربية.